يسلم لي جمالك أنا ما بيخطر عالبال يا روحي شو بحبك أنا شي فوق الخيال جمالك يا غالي سهرني ليالي ما بتسأل عن حالي وانا على بالك فات يسلم لي جمالك أنا هيدا مزوز ما عرفوش بعضهم بيناتهم حيط وحد ما يشوف في الآخر باش يحاولوا يتعرفوا على بعضهم اتخافيغ مواضيع كيما العرس اللايف ستايل وبرشا حاجات اخرين وفي الاخر قبل ما يشوفوا بعضهم باش يقرروا اذا كان باش يخرجوا في ديت اخر ولا لا عسلامة عسلامة صباح شريتك ديك الصحة لاباس الحمد لله وانت الحمد لله شو عم فيك رمضان والله كان عام الفايته والحمد لله اول مره كي تجي في بلانديت بيان سور اما انا مفجوعه ولا مش مفجوعه خاطر مفجوعه انا على الاخر اول مره لطف عليك علي مفجوع ونكلم اول مره كنت مش فاهم بالبدا كيف ديك اول مره نحس في روحي هيك اللي كيف هيك البي شويه مسترسي من الكاميرا بالكشي بالكشي عم نعمل من غير ما نوزر الكاميرا جمله اي سافا شنو الامور لاباس الحمد لله. انت خلتي انا نحكي شنو نعيط لك شنو نقول لك؟ حدا كيف نعطيك؟ نجم انا ديما برشا بيت. نجم نعطيك تربيجة، اما ما تنجمش تطلع بها اسمي مي سيري شنو نعيط زوبة. شنو هو؟ زوبة. زوبة. مش ظاهرة معناها اللي زينة. ليه ليه امبوسيبل تجي على بالك. احكي لي شوية على روحك شوية. قد عمرك؟ ما تقوليش ما جيش نسأل الطفلة قداش عمرها. ليه ليه اسألني اما ما تنجمش تعطيني عمري ديما باش تعطيني أصغر راه. حسب صوتك نورمالمون 28 29 اول مره واحد عشان يا عمري قد قد صوت بالصوت نفهم والله يعطيك الصح انا قاعده تعطيني صحيت اكبر مني بقى برشا لا بشوي انت ساعه 28 ولا 29 باش نعمل 29 في اوت انا طلعت اصغر منك هاي قديش انت اصغر منك بعامي ممكن عام وشويه كيك هاي 7 اكسبتاب مش برشا مش برشا شنو لي مش برشا؟ مش برشا معناها الفرق بين اي سافا اكسبتابل اي احكي لي شنو تعمل معلش شنو نعمل انا انجينيور ونعيش البر ايش البر وين البر؟ في فرنسا انجينيور في فرنسا اي انا بدي زاد كنت نعيش البر مش في فرنسا اه اي تكلم خذ راحتك ترى حسيت راحة من قبل كان المسألة ليلي شوية بركة شوية بركة رد عجب تكلم وكاو تحب تسأل حتى شيء قديش عندك ما عملتش هكا خرجت في ديت وعملت رونديفو الحقيقة برشا علاش؟ ما عرفش ما نقومش بكري لك عليه الله الله علاش تخدم؟ فنان نغني ملا عندك سويت مازلنا ما سمعناهش يقولوا خلي واحد يدخل شويه في الجو ومن بعد تنسمع صوت يخدر صوت يقولوا يروح شحس فيه طب نطفى عليك هكا قلت لك نغني مع ذيك علاش ما عملتش بلان ديت خاطر ديما نقوم مؤخر جيبوا لك جو موخيتو سون زحل سون موخيتو حليل كل سون زحليل أنا جو دورانج غازيفي تحب الذوقة؟ أي سد ذوقة أنت تشربش من الباية لا ما تشربش من الباية بنينة أما أبن عجبك؟ بنين باهي باش خلي عندي هي احكي لي شنو تحب شنو ما تحبش باش مغرومة باش ماكش مغرومة مغرومة بالسبور بسبور وانت انا زيدا مغرومه ما مغرومه جديد الحقيقه هي سي بيان كنت سبور ما عندي 7 شهور كيف 8 شهور نترين قاعد نحاول نولي سبورتيف خاطر مش مغروم كنت مش مغروم برشا بالسبور هينا ليلي عندي نترين عندي 4 سنين 5 سنين انا الحقيقه 6 شهور مشيش في بالك ارنولد عادي فماشي تريسيبس بيسيبس والله شويه كيك قاعدين ماشيين في اثنين صحيحه فما ابدو الحقيقه لي. En cours de حتى انا ما نحبش نعمل ابدو اي ما نكرش زاده مش بيه اما نكرش زاده مش بيه
اي نعرف انا قاعد نتريني وان شاء الله تتنحر. وكيف تيك المنظم في الماكله؟ نحاول ديما باش نكون منظم، ساعات نشد الريقله ناكل حوني ناكل هيلثي، وساعات إيه بس خاطر واحد ساعات يشتهي ماك تعرف. اي هو الواحد يشتهي، انا ديجا ما نحرمش روحي ما ناكل حاجه نظيفه، كلايمات الكل سيت سور سيت ناكل هيلثي وسلايد وروز، نحاول نقص خاطر ما نجمش نكون هيلثي هيلثي الحقيقه. شنو واخر باش اخر مغرومه بار سبور؟ خدمتي باهي برشا. شنو اخر؟ بالفواياجات مين مشيت وين سافرت؟ ديجا كيما قلت لك نعيش البر، دوكو توا وليت نسافر يعني اكثر، كل ما نلقى فرصه ما نقولش لا. مشيت لامستردام، مشيت لمايورك، مشيت لمدريد، مشيت لبروكسل. دورك معناها؟ فما بلايص مازلت ما نحبش نمشي لها. كيما شنو؟ كيما ايطاليا. عليه؟ نحس هذا سي الفاشن الدنيا كل برشا. نو سي رومانتيك، ديما ماذا بيك تمشي لهم بيان اكومباني، مخليتهم في وقت. فهمتك. حتى مش اون جروب، ديما نسافر اون جروب، ديما نسافر مع صحابي. انت تو قلت لي ديما تسافر اون جروب، يعني ما قلقكش هكايا تسافر انت البارتنر نتاعك ولا تقلق؟ سا ديبون، كان قدمنا في الغولاسيون ولا ولينا relation sérieuse ou femme fiancée وقتها je peux oser نجم نمشي مع البارتنير نتاعي. ديجا تنجم تعرف العبد اكثر في الفواياج طبيعي، تكون فما اكثر وقت وما فماش برشا شكون باش يبلبزها كي تبداو معناها وحدكم. فما اي باش مغرومه اخر حاجه قلت لي سالتني مغرومه بالحيوانات. بالحيوانات اي خاطر انا مغروم بالحيوانات. مش عندك حيوانات؟ عندي كلب، كلبه بيشون. هاي اسمها بوبا. شو اسمها؟ بوبا. كوبا. كنا كوبا. شسمها شسمها؟ بوبا بوبا بالبي. بوبا. بوبا هاي. بوبا. بوبا. هاي. لينا كانت عندي قطوسة اسمها زراء. أوه قطاتس أنا ما نحبهم جميع قطاتس. أما نحب الحيوانات الكل. نخاف من حتى حيوان. أنا بدي لي أنا كان قطوس، أنا جيب لي فار وقطوس لي. إيه فطوب بالفار. فار بالمسطى نضربه. ليه أنا قطوس قطوس لي. ليه ما نخافش من الحيوانات جملة. ما عنديش فوبي مع الحيوانات مع حتى شيء. معنى الحيوانات الكل معنا. اي لي لي ما عنديش معهم مشكلة. بيه برشا بيه برشا، معناها كي يجي قطوس للدار نجم تتعامل معاه. لي لي سافا. نحب نعرف ساعات تي دو جونغ تي دو جونغ تقعد ديما في الدار، تحب الركشة في الدار، وإلا تخرج وتقابل العباد، كي تجي تقول لي نخدم ديما ولا هي ما عنديش وقت. شوف أنا زوز، معناها أنا مخي ساعات مثلا نخدم جماعة كاملة، تلقاني نحب نقعد في الدار، وساعات تلقاني هيج على الخرجة، نحب الحقيقة نحب انا تفرهيد ونحب الوزير ونحب الخرجه ونحب معناها ما نحبش الكوبيه. ما ساعات ممكن يبدا بالتعب وكل بريفير باش نقعد في الدار. فهمت كل مره كيفاش الحقيقه، ما عنديش حاجه معينه. فهمت وانت كيفك؟ نخرج ديما، ما كي نحب نخرج نحب نعمل ديفولمون. دايك انت قلت لي فنان، شنو هو مغروم بالغناء؟ شنو تسمع؟ باهي غناء نسمع برشا، ما تنسمعك غناء أنا مريتكش عما تعني دي نهدي هيلك الغنية دي. خلي متأكد انتي مزيانة بشكل اسمعات مي حضرة يسلم لي جمالك أنا من يخطر على الباب، يا روحي شو بحبك أنا شي فوق الخيال، جمالك يا غالي سهرني ليالي، ما بتسأل عن حالي وانا على بالك فات، يسلم لي جمالك انا او زوز. زوز مقوى سعدي ميرسي. اول مره غني هكا ونرعش. بيزار جاتني بيزار، انا مانيش مسايسه بالكاميرا وجي با ستريسي يعني. هديت قد ما تكون معناها تعرف تحكي و وتكون كول وتكون كل شيء، تجي لهنا وي فوالا خاطر مسانس انت بالببليك وكل يعني الحقيقه مسانس بالببليك، معناها نتحول انا كي نطلع بيان سور سور سين، اما المواقف هذيا توترني اكثر برشا، ظهرلي اصعب من كرتاج. واو Thank you.
ميرسي. ميرسي. جابولك المرة هذي. قولي أنت قبل. أنا برجر. حتى أنا برجر، ريت مجاونا إحنا جوزة. لا أنا مجاوي جملة. مجاوك ها؟ لا. حتى أنا الحقيقة عامل دايت ليمتها هذيا. صحيح قلت لك مفزة دما مش اليوم. خاصة رمضان. لا أنا بالعكس تو عندي جمعة مبارك ملي روحت لتونس. بأزعاد ماكلت الدار. ملي بدي رمضان صح؟ ماكلت الدار وكل مستحيل باش تقاطع حتى بلاد. باهي نحب نسألك على الغيرة، نحكيو شوية على الغيرة. إسكو أنت تغير ولا أول حاجة؟ الغيرة تغير بالشيرة كيف يقولوا. فماش هو شوف فما يا تغير يا ما تغيرش. لا فما غيرة من غيرة، فما الغيرة الأكسبتابل. تاني يعني نغير ساعات على أصحابي. صاحبتي ساعات كي تعرف طفلة أخرى ساعات نغير عليها. يعني يساعدك البارتنير نتاعك يكون عنده صحاب بنات مثلا صحاب. اي نورمال خاطر انا عندي صحابي كان ولاد. خاطر انا ما يساعدنيش تبدا البارتنير نتاعي عنده صحاب ولاد. عليه؟ ما نهضمهاش. اي انا شوف زاد كيف شو كيفاش مثلا يبدا صحاب ولاد مثلا دي زانتير من قبل يقراوا مع بعضهم. صحيت. في الليسي اوكي. صحيت. اما باش يطلع بيست فراند هكايا في لحظه. ليه فماش هذايا في لحظه انا ايه. انا صحابي الكلهم أغلبية صحابي الكل من الستيام أني يعني الكلهم فما مينيموم أكثر من 10 سنين. 10 وأنا الحقيقة 10 بيناتنا أكثر منها. أنا كانوا عندي صحابي برشا كيقراوا معايا في الليسي وكل هاي وفي الكوليج وفي الفاك وكل. أما اللي قعدوا كانوا ولاد الحقيقة. شو الزهر ليت بوب اللي يقراوا معايا أنا من السنة الأولى ابتدائي خذينا مع بعضنا الباك. ليه أنا حاطين هيك عندي منهم. أما الكل توا مزن عندي زوز قراوا معايا من السنة الأولى ممكن فما عام بركة في الليسي ما لقيناش فيه مع بعضنا مع باقي حتى للباك ومن بعد كل واحد شنو يمشي يقرا. وشنو هما اللي ريد فلاج ولا ريد فلاجز نتاعك ولا الجرين فلاجز؟ حاجة بركة هي الغش. عندي ساعات كي نتغشش ما عادش ما عادش نفهم روحي جملة. هذيك أكثر حاجة. أكثر حاجة أنا نكره. صحيح من نكذبش عليك ساعات ما عندي ما نعرفش زين خارج من فمي زاد مش مع حتى مع أصحابي مع الدار وكل. أما قلبي أبيض عرفت من العبيد اللي يبلبزوها بعد ساعة تلقاني نطلب في السماء. ما نحملش نخلي عبد يحبني ولا نحبه يقعد متغشش علي. أما عندي غش خايب هكا وهذيك أكثر حاجة خايبة فيا. وأنت؟ أكثر حاجة نكرهها. شنو برجك أنت؟ لبة. لبة تسد؟ ليون. وأنت؟ كانسير. 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 نعرفهم. نعرف على اليوم يحبوا كل شيء لرواحهم هما ويحبوا رواحهم مدلين رواحهم اليوم حتى على حساب غيرهم صح ولا؟ أنا ندل روحي وندل لغيري العبد اللي نحبه ما نحرموش يعني. إيه ما ديما اليوم أنا أختي اليوم على فكرة حسها ساعات. بيكي تتعارك مع أختك كيف تتصرف معها؟ كيفاش؟ إيه. كيفاش نتصرف معها؟ نمشي لها نفادلك معها ما نحبش كلمة سامحني وريحة. وريت كيف تسامحك في ساعة؟ هي اي الحقيقة مش فيسع مش فيسع فيسع ما اسمعني ما تعاركش برشا انا بيها نحكيك على مش على عارك نحكيك مثلا تبجر روحها على برشا حاجات فهمت معناها تحب روحها فهمت مش تحب روحها معناها ايجويست اما هي روحها تسمى اول حاجة في الحياة. اي صحيت هيك هي وك عليه نقبيك نحكيو على الكادوات وال يعني الفلوس وكل قلت لك اكثر حاجة ندلل الروح. اي هذيك علاش انا قلت لك ندلل العبيد العبيد اللي نحبهم يعني خويا عائلتي البارتنير نتاعي حاجه باهيه ما نحسبهاش. اما نحبش العبد اللي يحسبها معايا حتى انا كيف كيف زاد. اما لازم نقسم الغش انا زاد ما نحبش كل اي الغش اي ما قلتليش وانت مغيار كيفاش مغيار الحقيقه نغير الحقيقه خاطر الغيره ما تختارش روحك انت باش تغير معناها مش شوا معناها من طبعك نغير الحقيقه نغير هي الغيره موجوده في طبعنا غير. اما راهو لازمك اما عندي كلي نغير وما نظهرش كلي نقلب وجهي ونولي ما نقولش انا غيرت عرفت ليه بالعكس ليه لازم تعمل كوميونيكاسيون مع البارتنير نتاعك نولي ما عادش نحب نحكي الا ما عرفت هي تفهم اللي انا غيرت ليه مش نفهم واحنا نلوج الكابل انا هو اللي ضربك وانا هو اللي تمس انا وصار فيه ماس ليه نغير انا قلت ليه قول راهو هذيك الفازة هذيك راهي ما تصيرش راهو ما حققش عملتها هكاك اي كي تغير وتوصل للتوب اكثر حاجه وصلت للتوب غيره نتاعك شو عملت انا اكثر حاجه حسيتك انت فيكو نرفوزي وكل ذلك اللي تضرب الحيوط لا 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 جمله
بيكي انت قلت لي مغيار شنية شنية امورك مع اللبسه؟ لبسه وين بالضبط؟ على اللبسه لبسه سا ديبون في الخدمه في البحر باش تخرج مع اصحابك غيستو كيفاش يعني؟ تلبس نورمال معناها كيما تحب تلبس ما تكونش حاجه ياسر شنو تخرج ما نعرفش لبسه ديكولتي وعريانه ومثلا في البحر مش مستوره والناس الكل يتفرجوا فيها هيك تراه نورمال انت؟ انا ما نراهوش نورمال اول حاجه ما نراهوش نورمال جمله يعني تقول لي نورمال ليش هو نورمال خدك في الحياه العاديه في الخدمه يا اخي في الخدمه شنو تلبس بس دو بيس لا بالعكس في الخدمه لازمك مستوره كيما تفهمي فيها نورمال كيما اي عبد ماشي يخدم في البحر وفي السهريات في البحر في السهريات ما باش تلبس معناها باش تلبس حاجه نتاع سهريه ما تكونش معناها مريانه برشا ما تكونش للعبيد الكل محلوله للشعب الكل تكون فما برشا عبيد تلبس فما برشا بنات تلبسوا دي روبك ومحليهم مزيانين وما يكونوش ياسر فولغير فهمت اي فوالا وكي تبدا تلبس ياسر فولغير يعني المهم شوف انا نحب تلبس طفلة حاجة توتيها وتخرج اللي هي طفلة انت بيقول لي وقتاش اخر مرة كنت تخرج مع طفل وعلاش قصيتها؟ عندها ظهر لي عام ونص بخيسك وقصيناها علاش خاطر العبد ياسر توكسيك ياسر يعارك وكاك علي قلت لك قبيليك كي نحكي قلت لك سي ديجا فيو يعني عشت من حاجه اللي عبد ياسر يغير كل يولي ماشي يتحكم في روحه وفي شي عام شنو يقول انا ما نحبهمش ما نحبش تطيح القدر هذيك خاطر ما نحبش نوصل اصلا عاب نطيح له قدر ولا نوجعه وعاب ما يطلبش السماح وان ما عندوش كوميونيكاسيون كجمل يعني عرفت كل يعارك ولا تصير مشكله ما يعاودش يحكي معاك ما يقولك شنو الحاجه اللي نرفزته والا علاش عمل الرياكسيون هذيك يقربحها طول تحس كيفاش؟ قلت لك يقربحها طول تحس يقربحها طول وبعد يرجع كوم سي ما فما حتى شيء، انا هذاك ما نحبوش ما يجيش. لازم تحكي تقولي علاش نرفزت علاش استعملت هكاك علاش ما نعرفش سبيت علاش انطرت علاش قلت الكلمه هذيك تطلب السماح راني ما قصدتش منها، هذيك هو المطلوب كوميونيكاسيون راهي اكثر الباز نتاع الكوبل والغسبي هذوما زوز ما فماش. وكي سافرنا مع جروب وكل اكتشفت عابد اخر. شو لازم سامحني نسالك شنو الحاجات اللي تخليه يوصل هكا معناها كان تحب معناها ما تحبش مش لازم ياسر كي نقولوا علاش هكا يقول لي راني نحبك برشا فهمتك بيه كوم سي ياسر حبني ياسر ولا يعني اتاشي بيا انا نتاعو ما يدور بيا حد بعدني على الانتوراج نتاعي خايبه هكا الحقيقه ممكن خاطر فما عبيد تكون عندك الغش وكل عندها حاجات اخرين مثلا عندها مشاكل كيما شنو؟ عندها مشاكل ما عرفش مثلا يمر فما اي عبد يبدا هو ديجا اون كوبل ويتعدى بظرف خايب مثلا يبدا نقفوا معاها احنا اي صحيح فما عبد تحكي فما عبد ما تحكيش صحيح هو الحب الامتلاك هذاك هذاك هو عنده حب الامتلاك اللي انا ما نحبوش وقدم لعبيدكم سي ما فما حتى شيء وجاوا به وني بيان ولا فهمتك به باهي قداش عندك انت ملي خرجت من الغولاسيون وعلاش علاش وفات؟ بيه اخر مره في عامة الباك متاعي عندها برشا عامة الباك متاعك 26 سنه عامة الباك وكنا صغار معناها ما فما حد شيء ممكن ما تفهمنيش نتاع صغر فهمت؟ يا زينة عاد امانك في دبي عندك قد قعدت قلت لي في دبي؟ شنو في دبي؟ أربع سنين ما نمشي ونجي من قبل تمشي وتجي حتى نمشي ونجي هذا كله روسية لا أوكرانية لا تونسية لا مصرية لبنانية هذا من الكل ما عجبك شيء محلي في عينك حتى شيء سو بوان فوكس خدمة ليه بعد مش يعجب هذاك هيك مزمرة كان ما يعجبش يعجب أما ما فماش حاجة كي تخليني باش نحكي عليها عملت برشا أصحاب نجم نقولوا مش دي غولاسيون ليبر أي على مود سمعت به كيفاش؟ على مود أي على الأخر وأنت منهم اي كاهو ما قول لي راني تما غولاسيون باساجي اصحاب مشيت غادي باش نخدم انا خدمت حتى ابار الموزيك خدمت سيلز غادي تعرفت على عباد عملت حياه اخرى جيتي بيان انتغري يعني عملت صحاب مش بالضروري باش تكون معايا معناها شكون معايا باتونير تاني نجم يكونوا صحاب الخدمه نخرج نسافر نبدل الجو اما فماش حاجه سيريوس صارت فهمتك وتوقع تلاوج على حاجه سيريوس ممكن اي ممكن وقيت نصور شو قيت فما برشا حاجات ساعات ابجل ما وقيت كيما قلت انت 26 سنه ولا وقيت بس
ميرسي. شنو جابوا لك؟ تيراميسو هذا اللي. ليه مش تيراميسو؟ انا تشيز كيك. تشيز كيك؟ العرس تو. احكي لي. تحب تعرس؟ احكي لي كيفاش تحب العرس؟ كيفاش تحبوا يصير؟ لحظة قبل كل شيء قبل ما نحب، أنت تحب تعرس؟ أزراف باش يجي وقت واحد باش يحب يعرس بالطبيعة نحب نعرس، فما عاب ما يحبش يعرس؟ إي هذي ماهيش ريبونس راه. إي بالطبيعة نحب نعرس. صورت معايا روحي باش نعرس. بيك أنت تحب تعرس، علاش تحب تعرس؟ نحب نعرس، نحب نهار آخر نحب نشوف صغاري مثلا، نحب نستقر أنا وشكون وحدنا خاطر لازم نعرس، العرس لازم. ونحب نعرس، راني جاوبتك معناها. تحب تكمل نص دينك؟ نص ديني. ساعة أنت كخويان شنو ساعة ما سألتكش؟ بيا تونسي مسلم. علاش سألتني السؤال هذا ما فهمتش؟ سألتك أنا السؤال هذا خاطر العرس تكمل بيه شطر. إي بالطبيعة، باش يقعد عايش هكاك على المهموتة لازم يعرس. هذي حاجة مع معناها فاهم فيها معك على الآخر. أما مشكلة المسلمين راهو يعرسوا معناها حتى. إي متفاهمين إحنا ليه؟ كلها تعرس. بيا أنت تو ماك تعيش في فرنسا. المفروض نهار حبيت واحد فرنساوي. اسكو تقبل تعرس بيه ولا نقبل نعرس بيه كان يولي مسلم؟ اه حياتي لازم يعمل حاجات باش يولي مسلم. باهي بالنسبه للعرس كيفاش تحب تعمل عرس؟ دونك انت ديجا فنان وتخدم في العروسات وعندك فكره يعني كيف تحبوا؟ انا نحب نعمل عرس مش كيما العروسات اللي تغني تفهم الكل، نحب عرس سامبل يكون فيه عائلة مرتي، عائلتي هنا، شويه اصحابي، ريسبسيون صغيره، الباقي معناها حاجة ما تكونش كسبعة أيام وسبعة ليالي وحنا واحد عرفت أوكي عادات وتقاليد أما ما جو بريفير نمشي نسافر نعدي أكثر وقت مع البارتنير بتاعي. وأنتي؟ أي حقيقة ما بحبش كان عندنا اللي مويا باش نعمل واحد عرس سبعة أيام ونقولوا كيما سبعة ليالي في بها ما فهميش هكا سيريموني كتبان صداق وبعد سواغي جون وكاو. بيه بيه برشا. وشكون من الفنانين اللي تحبهم كي موجودين في عرسك؟ سا ديبون من أنا قلت لك كان عنا لي مويان وواحد في ينجم مثلا يجيب وائل الكفوري رغم علامة صابر الرباعي بيه بيه تنجم تغني حتى أنت زاد في العرس؟ إي بالطبيعة باش نغني باش نغني لك أنت عرس باش نسألك ساعة قبل قبل ليفينمون وكل شيء، داركم كيفاش الطلبات نتاعهم معناها يعني الصيغة صيغة بيضة صيغة صفراء صيغة خضراء كيفاش؟ ما تضحك شنو عمري ما حكيت فيه الموضوع مع دارنا ها؟ عمري ما حكيت فيه الموضوع هذا مع دارنا، أما أنا ديجا شنو نحكي؟ أنت شنو تتوقع مثلا؟ أنا؟ أنا ديجا حاجة نحب ساعة صياغة وفيه البركة يعني ما يصيرش باهي أما دياموند خاطرني دياموند باهي 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 هيا قول لي تو كيفاش تخيلتني تو كيفاش معناها كيفاش تشوفني؟ سا سي سيغ أطول مني أطول منك ديجا قلت لك بغا باللحية كاو قاتهم في بدا وانت كيف تخيلتني؟ لا الحقيقة بصوتك حسيتك بلوند اي شعرك وتحبهم لي بلوند ولا ليه؟ نحبهم الحقيقة وكيفية؟ سمينة؟ لا مش سمينة الحقيقة صوتك مش بتاع مش سمينة ونصور نصور قصيرة شوية شوية مش قصيرة برشا وانا قلت لك مترو سبعين اي شنو هي؟ اي سافا سافا هي انا قلت لك شعرك شعرك شعري ترى مادام لك بلوند نورمالمون شعرك اصفر والعينين والعينين وباز يخضر يزرق النبي كلها مستحيل مش كل عينين عينك حل صحيح بالله فما صحيح وفما الغلط بي حاضره باش نحيو باهي نبداو نعطيو الجو نبدا انا نقول ولا تقول انت قول انت باهي 3
دو ان عسلامة سافا عسلامة سافا لاباس شحوالك لاباس الحمد لله كيما تخيلتني توحشتنا سويت رجعت نشوف لا يا رسمي كيما تخيلتك الحقيقة مش برشا برشا ما أحلاك الحقيقة عايشك حلايمك طلعت نحشم أكثر من رجعونا الوحدة خير الحقيقة كرفي كير نو علي خاطر أصغر مني ما تحبش تخرج برا نزيدك أبشر رجعوا لي النوم تاعي أصدقائي اسمك عندك الحق شبيك تغششت؟ لا ولا ما تغششتش باهية اكسبيريونس باهية لا ولا باهية اكسبيريونس باهية محلاها إن شاء الله نعاودوها مرة جاية جيت لاديسيون اسمك مهدي وأنا اسمي زبيدة نشرف لايف ستايل عجبك عشرة يعطيك الصحة انتي سبع الحية الحاكم سبع الحية شديتها بالسبع الحية قتلتها بالسبع الحية قتلتها عطاك واحد ايه واحد في سوشيال لايف ايه علاش ما قلت ايه علاش خاطر وقت شنو قلت علاش خاطر نرفوزي وما عادش تعرف الشعب الكله مش نرفوزي ليه فما ليه فما ليه ليه ما قلت لك الشعب الكله سبب ما فما مشينا فيها فما برشا حاجات ما تفهمناش فيهم في السوشيال لايف صحيح مرياج سبعة عطيتنا مرياج عطيتك سبعة سبعة على سبعة بيه ولا بيه هو واحد فهم روحه عنده لا فهم شنو عنده هالسبعة دي ما تجري وراين ليه 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 على الاخر سبعة ما غذتني زحي انا ياس مش مبدلوها ان شاء الله عجبتكم الحلقة ما تنسوش باش تعملوا ابوني على ماتش شو انستغرام ويوتيوب